بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جديد ونية جميلة، نية اتفقنا عليها ان احنا هنوحد نيتنا عشان ننال رضا ربنا عز وجل في الشهر الكريم. قلنا هناخد خطوة السنة دي من خطوة طالب النجاة والعتق من النيران والمغفرة، جنب الخطوة الشريفة دي ناخد خطوة طالب الرضا وفرحة ربنا، وان اذا كان ربنا ذكر انه بيضحك لبعض الاعمال هنعملها عشان ربنا يضحك ويباهي بينا الملائكة. انا النهارده جاي اكلمكم عن عمل من احب الاعمال الى الله وارقى الاعمال واشرف الاعمال، والعمل ده كان لازم يكون في بدايات الايام الجميلة دي. العمل ده انتوا عارفين ان احنا اتفقنا ان احنا بنبحث في كلام الله ربنا بيقول بيحب ايه، ونبحث في كلام سيدنا محمد لما الصحابة بيسألوه اي العمل احب الى الله تعالى، او هو كان يبادر يقول ربنا بيحب ايه، عشان نقول ربنا أحبك ربي بعمل هذا العمل وبالكيفية كمان اللي تحبها يا رب العالمين. فتحت كتاب الله كأني معرفش أي حاجة عن ربنا، وقلت أما أشوف ربنا هيقول إيه عن نفسه وعن الحاجات اللي بيحبها عشان أبني أساسي من الأول وجديد، بس أبني متين فقرب وأنا قوي وفاهم بعبد ربنا إزاي وليه. فوجئت بشيء غريب جدا، إن أول قصة في القرآن ربنا حكاها، القرآن يا جماعة تلته قصص مليان بالقصص، أول قصة في القرآن ربنا حكاها هي قصة إنسان غلط. قصة إنسان غلط في مكان مش المفروض حد يغلط فيه، مكان مليان روحانيات، مكان ما فيهوش صحبة وحشة، مكان كل حاجة فيها حلال إلا حاجة واحدة بس، الشجرة. ومع ذلك سيدنا آدم الشيطان يغويه ويخليه يأكل من الشجرة، الشيطان يدفعه إن هو الشجرة الوحيدة اللي في الجنة اللي في جوار ربنا، المكان اللي كلها اللي كله روحانيات، ومع ذلك يغلط سيدنا آدم. لكن أجمل ما في القصة إزاي القصة ختمت بعد ما ربنا قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اسمع ختمة القصة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أول مرة ربنا يقول على نفسه في القرآن إنه تواب رحيم في القصة دي، وكأنه لم تظهر صفة التوبة والرحمة إلا عند الخطأ. يا سلام، إحنا النهاردة جايين نتكلم على عبادة التوبة بين يدي الله عز وجل، الرجوع بين يدي الله عز وجل. هنتكلم قد إيه بيحبها وليه، عشان وإنت بتتوب تبقى فاهم هو ليه بيحب، ليه بالطريقة دي هتوب، وشمعنا يا رب الهيئات دي بتحبها في التوبة، وشمعنا المشاعر دي، وانا اصلا معرفش ايه المشاعر اللي تحب تشوفها جوه قلبي لما توب. هنتعلمها مع بعض عشان نقول له احبك ربي بتوبة كما تحب يا رب العالمين. بس خليني اقول لك حاجة، واخد بالك ان اول قصة بتتكلم عن غلطة. ربنا يا جماعة بيحب لحظة الصلح، لحظة الصلح اللي حصلت يوم ما تلقى ادم من ربه الكلمات. تواخد بالك ان سيدنا ادم ما كانش يعرف يعمل ايه، ربنا اللي قاله انا بحب التوبه، بحبك ترجع لي، خد الكلمه الكلام ده قوله، ولما تقوله انا هرضى وهفرح. ربنا اللي قاله توب، ربنا اللي علمه، زي ما بيعلمنا نتوب ازاي. انا النهارده جاي اتكلم على لحظه ربنا بيحبها، واتفقنا هنسميها لحظه الصلح. عارف ليه ربنا بيحب التوبه؟ بيفرح قوي بالتوبه، وبيقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تحبهم ازاي؟ واحد اجرم في حقك تحبه ليه لما يرجع لك؟ الطبيعي انك انت يعني بالعافيه يتقبل الشخص ده، لكن كمان تحبه لما يرجع؟ واحد اجرم في حق ربنا رجع، ربنا يفرح ويحبه. عارف ليه؟ اهل العلم بيقولوا الانسان لما يتوب ربنا بيشوف في قلبه انه باقي على ربنا هذا الانسان، وان ربنا اغلى عليه من روحه. ليه؟ لان الذنب يا جماعه ليه لذه وشهوه، لذه حاضره ممسوكه. طب ايه اللي خلاك تسيبها وترجع على ربنا؟ ما تخليك مستمتع. ألم الفراق اللي حصل بينك وبين ربنا بسبب استمتاعك بشيء يغضبه رجعك. ألم الفراق أقوى من لذة الذنب، ده دليل إن أنت بتحب ربنا أكتر من روحك وإنك باقي عليه. فاخترت إنك تسيب لذة حاضرة، لذة جميلة ممتعة، اخترت إنك تسيبها علشان تودي الألم ده من قلبك، ألم إحساسك إنك بعدت عنه، ده دليل إن أنت ربنا كبير في قلبك أو إنك باقي قوي عليه. ربنا بيحب التوابين لأن التوابين بيقولوا يا رب مفيش لذة أحلى من القرب منك، مهما عظمت لذة الذنب والشهوة أنت أكبر.
يا كبير في قلوبنا يا عظيم احنا باقيين عليك. اهو ربنا بيحب التوابين عشان شاف ان هم باقيين عليه. احبك ربي بسرعه الرجوع اليك، احبك ربي بالوقوف بين يديك في الايام دي، في بدايه الايام المفترجه، واقول لك اقبلني عشان ابدا احس بقربك تاني، ونفسي تتفتح عشان اعمل احب الاعمال اليك. احبك ربي بالتوبه بين يديك. طيب يا رب، انت قلت ان انت بتحب التوابين، انا هسعى ان انا اكون دايما تائب بين يديك، بس قول لي يا رب عشان اقول لك احبك ربي بالتوبه، شكلها ايه التوبه دي اللي تقبلها وترضيك وتفرحك؟ يا رب نفسي لما توب اعرف اثبت على التوبه، فنفسي تبقى التوبه طالعه من قلبي بالطريقه اللي تحبها. اهل العلم بيقولوا ربنا بيحب منك اربع حاجات في التوبه. رقم واحد السرعه. مش غلطت؟ مش اغضبته؟ مش خليت الملائكه تخاف من غضب رب العالمين؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض. مش عملت الذنب بنعمته؟ مستني ايه؟ مستني ايه؟ مستني لما يسلم منك النعمه، ولا لما يقفل على قلبك فتيجي تتوب ما تقدرش؟ ربنا بيحب السرعه. اول ما تغلط اكيد هيبعت لك رساله انك غلطت. اول رساله النفس اللوامه اللي جوه اللي بتخلي الانسان يتقرص من قلبه كده، الذنب ما حاك في الصدر، على طول كده يهز في قلبك الذنب ده. ربنا سبحانه وتعالى قال انه بيحب التوبه بسرعه، وقال ان انا هغفر للي بيتوب بسرعه. بص اسمع، انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم. شفت يتوبون من قريب دي؟ يعملون السوء بجهاله، يعني هو وقت ما كان بيغلط جهل مقام ربنا فعصى، معلش توب بسرعه. وقال لك انا هغفر لك. عارف ربنا يحبك ما تتاخرش عليه ليه؟ لانك لو تبت بسرعه ده يضمن لك ان قلبك ما يقساش، ما يبقاش قلب قاسي، ذنب ورا ذنب ورا غلطه ورا غلطه، وربنا بيفكرك بتحصل حاله من جمود القلب زي ما حصلت مع بني اسرائيل. وربنا ما يحبش حالنا يبقى زي حال بني اسرائيل. شوف ربنا بيقول ايه عشان يقول لك انا بحب رجوعك بسرعه. الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد، قعدوا يسوفوا فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فما تطولش، لان التطويل ده بيعمل اسوأ في القلب قوي، بيخلي الانسان قلبه يجمد انه يذل وينكسر ويقول انا اسف. قرات قصه شاب بيحكي، بيقول انا كنت مخلص جامعه بدري شويه، كان في تانية او تالتة جامعه، واختي الكبيره بتشتغل، وانا اهلي امي وابويا بيشتغلوا برضه، تعدي عليها فترات بقعد في البيت. هو بيقول مرة كنت بدور على اليوتيوب على فيديو كده، فطلع لي فيديو مش كويس، حاجة بتحصل مع الكل، فضعفت واتفرجت عليه لمدة دقيقتين. في وسط الذنب ده حسيت ان انا قرفان من نفسي، قمت صليت ركعتين لو وتوبت مش هعمل كده تاني. اسبوع وضعفت تاني، ولما ضعفت برضه حسيت ان انا قرفان من نفسي ومتضايق، وقمت وصليت ركعتين وقطعت الفيديو ده في وسط، قمت قاطع وقمت صليت. بيقول مرة ضعفت بعدها بفترة وكان فيديو أطول شوية، وسط ما أنا بتفرج لقيت المفتاح بيتحط في الباب ويتفتح. أختي رجعت من الشغل، كسفت جدا وقمت قافل بسرعة واتلهوجت، وقمت قايم جري قعدت أتكلم معاها كده، فتحت معاها موضوع عشان ما تحسش بأي حاجة. قعدنا نتكلم بتاع نص ساعة وما صليتش بعدها ركعتين التوبة، ما حسيتش إن أنا غلطت. بيقول فتعودت على الموضوع ده. مش بس كده، ده انا جبت واحد صاحبي عشان اعمل له خدمه وافرجه على الحاجات دي، وعدى الموضوع عليه شهور وانا كل ما اتفرج استمتع وما احسش بالقرصه اللي كنت بحسها في قلبي، لغايه ما في مره من المرات صاحبي قاعد بيتفرج معايا بيضحك ومبسوط، حسيت بالاحساس بتاع زمان ان انا قرفان من نفسي. انا مش بس بقيت بعصي، ده انا بقيت بشجع على معصيه ربنا عز وجل. في وسط الفيلم ده اللي ربنا ما يحبوش ده، طلبت من صاحبي انه ينزل، قعدت لوحدي في البيت، قعدت اعيط له، قلت له حقك عليا، انا بقيت اتفرج من غير ما اصلي لك، والاول كنت على طول في وسط الذنب بقرف من نفسي، قمت صليت ركعتين حسيت فيها باحساس زمان، احساس لما كنت بتوب وسط الذنب حتى مش بعده.
ومن يومها وانا الحمد لله ربنا شال من قلبي شهوة الفرج على الحاجات دي والضعف امام الانترنت. يا جماعة ربنا بيحب سرعة التوبة، لانك لو تبت بسرعة ده دليل انك باقي على ربنا سبحانه وتعالى. قوم دلوقتي، قوم دلوقتي وانا معاك دلوقتي. انا عارف ذنب ممكن اكون مقصر في حق ربنا، انا بني ادم، حقك علي يا رب. ممكن يبقى ذنب في اخلاقك، ممكن تكون طعم اخرها دلوقتي وانت بتتفرج عليا. اهم مني ناجيه بقلبك، التوبه عمل قلبي. قول له خلاص والله تبت اليك اخر مره، بشهد ملكك، بشهد السماء، بشهد الارض، بشهد البحر، بشهد الجبال، يا رب تبت اليك الان. وانت وعدت ان اللي يتوب من قريب بتقبله. احبك ربي بالتوبه الان من كل ذنب يغضبك او يهز السماء، عشان رب العالمين لا يرضى عن هذا العبد. تبت الى الله بسرعه التوبه. أحبك ربي بسرعة التوبة لأنك أنت بتحب كده يا رب. إيه يا رب تاني تحبه عشان أتوب بالطريقة اللي تحبها، عشان أفعل ما تحب وكيفما تحب؟ أهل العلم بيقولوا إن من أحد أهم الحاجات اللي ربنا يحبها في التوبة صدق العزم. غلط وأنت ممكن تغلط تاني، لأن نفس الشهوة لسه موجودة لنفس الغلط، والغلط موجود طول ما أنفسك لسه فيك والحياة فيك. طب عايزين نصدق العزم إن إحنا ما نرجعش تاني، نصدق العزم ان نفسي يا رب المية ترجع لمجاريها وما رجعش فيه جفاء بيني وبينك تاني بسبب ذنوبي. تعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى بيحب صدق العزم؟ بيحب صدق العزم لان ده دليل ان انت فعلا نادم من قلبك، مش مجرد واحد كده كان عايز حاجة من ربنا فقال اتوب عشان ربنا يبعت لي الفلوس دي ولا يبعت لي. لا لا لا، انا فعلا عايزه هو، فانا فعلا مش عايز ارجع تاني خالص لغاية ما قابلك يا رب للذنب ده. عندي واحد صاحبي بص على حياته تلاقي منظومة من الأعمال الصالحة، بيحضر دروس علم، مركز قوي في شغله، جري بسرعة عشان يتجوز والحمد لله ربنا وفقه، عنده شيخ بيدرس عليه طلب علم، مركز قوي في الأعمال الخيرية عشان يشغل وقته. لما تبص عليه تلاقيه تحس إن هو نزل من بطن والدته كده إنسان طائع، وده العكس بالظبط. الشاب ده يا جماعة حاطط منظومة الأعمال الصالحة كصدق توبة، إنه بيقفل على نفسه أبواب الذنوب لأنه كان عنده ذنب في حياته كان بيخليه يبكي بدل الدموع دم هو وأهله، كان مضيعه وكان سبب في ضياع مستقبله. لكن الذنب ده الحمد لله رب العالمين ربنا قدره أن يتوب منه وبعت له ولاد الحلال اللي يقفوا جنبه. فمن صدق عزمه أنه قفل على نفسه بكمية من الأعمال الصالحة تدل على صدق عزمه. السيديهاية، السيديهاية اللي عليها برنامج بيخلي المواقع اللي ربنا بيكرهها، المواقع الإباحية، إنها ما تجيش على الكمبيوتر بتاعك. السيديهاية دي صدق عزم. زرار الديليت اللي على الموبايل اللي بتمسح بيه نمرة بنت أو بتمسحي بيه أنت نمرة ولد، معرفته بتبعدنا عن ربنا، أو بتمسح بيه نمرة صحبة، الصحبة دي تبعدك عن ربنا، ده دليل صدق عزم. مش عايز أرجع تاني يا رب للي بيغضبك. ربنا بيحب الإنسان الصادق في عزمه، إن شاء الله مش راجع تاني. ده دليل إنه هو صادق، صدق في ندمه بين يدي الله سبحانه وتعالى. عارف لو كنت كده اللي يحصل لك، ربنا هيبدل سيئاتك حسنات من حبه وفرحته في هذه الحالة. صدق العزم دي ربنا يبدل سيئاتك حسنات. احفظ معايا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب بطل وعد يا رب، وآمن، أمن يعني أدرك أنه فعلا غلط في حق ربنا، وعمل عملا صالحا يعني صدق العزم خلى حواليه منظومة من الأعمال الصالحة عشان ما يرجعش تاني للذنب. اللي بيعمل التلاتة دول صدق العزم ده مبروك. الزنا يدخلك بسبب التوبة الجنة، الخمر يدخلك بسبب التوبة الجنة، عقوق الوالدين بسبب استرضائك ليهم يدخلك الجنة بعد ما تبت. مبروك لو صدق العزم بعد سرعة التوبة. أحبك ربي بصدق العزم اني ما ارجعش تاني. عارف كمان واللي جاي دي مهمة قوي يا جماعة، واسمعها بقلبك مني أرجوك، لأن الشيطان قوي جدا إنه ينسيك اللي أنا هقوله ده. إذا كان ربنا عايز تقول له أحبك ربي توب بسرعة، عايز تقول له أحبك ربي بالتوبة اصدق في العزم، لأن الندم التوبة والصادق في العزم فعلا إنسان ندمان. تلاتة: اوعى اوعى تستعظم ذنب
في جنب كرم الله وعفوه. ربنا ما يحبش كده أبدا، يحبك تبقى بتتوب وانت مطمن. دي تالت واحدة، اطمن وانت بتتوب، اطمن ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك، اطمن ان وعده هيمشي عليك لو تبت فعلا بسرعة وبصدق عزم هيغفر لك. واوعى تسمع للشيطان، لان ده اخر باب الشيطان بيحاول يجري فيه، يقول لك هتتوب ازاي بعد الذنوب دي كلها. ده اكبر من ان ممكن ربنا يبص لك اصلا. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى مفيش حاجة توقف قدام فرحته لما انت بتتوب. مش فاكر لما ربنا سبحانه وتعالى عشان يقول لك قد ايه بحب التوبة، قال لك ان على لسان النبي ان ربنا بيفرح بتوبة العبد كمثل عبد كان على راحلته على الجمل بتاعه، فضل راحلته في الصحراء. انا لو وقعت من السفينة دي في المية اغرق، مين هيلحقني؟ طبعا قد يكون الوضع مش شبه الصحراء لان ممكن يكون الساحل قريب شوية، لكن لو السفينة دي في وسط المية في وسط المحيط هعوم قد ايه؟ الاف الكيلومترات. اهو الجمل سفينة الصحراء كده، لو وقعت من عليه وطلع يجري منك تموت من العطش والجوع ومن الشمس. حفر لنفسه حفرة هذا العبد عشان يموت فيها، فجأة فتح عينيه لقى الجمل واقف، فقام طاير نط من الحفرة مسك في رقبته قال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرحة. فالله أفرح بتوبة العبد من ذلك العبد. أنا عارف إن أنت عارف الحديث ده، بس تأمل فيه شوية. مدرك يعني إيه ربنا يشبه فرحته؟ بلاش يشبه، ربنا يعلمنا فرحته ويقول لنا كمثل واحد من كتر الفرحة ما بقاش عارف يقول إيه؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كان هيموت ولقى الحياة. لا يمكن أي ذنب مهما كبر لو كان قد الجبل ده كله، شايف الجبال اللي فوقيها زرع والجبال اللي فيها بيوت، حتى لو ذنبك أتقل من الجبل ده لا يمكن يقف قدام فرحة ربنا. ده ربنا يا جماعة من حبه في توبة العباد وفرحته برجوعهم غضب على إنسان قال إن ربنا ممكن ما يغفرش الواحد. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا ربنا بيحب التوبة قد إيه، حكالنا على قصة اتنين، واحد طائع واحد عاصي. الطائع بينصح العاصي، فالعاصي قال له مالكش دعوة خليني وربي، أبعثك الله علي رقيبة أم كنت علي حسيبة؟ مالكش دعوة. فقال والله لا يغفر الله لك، اللي زيك ده ربنا ما يغفرلوش. فقبض الله روحهما وقال من ذا الذي يتألى علي، مين اللي بيحلف علي ده وعامل لنفسه إله يقول ده مش هيغفر لك، قد غفرت لأخيك وأحبطت عملك. يا نهار أبيض على الوضوح، شوف قد إيه ربنا بيحب التوبة، وقد إيه النهاردة تقول له أحبك ربي بعدم استعظام. اوعى اوعى ربنا يشوف في قلبك إن ذنبي أكبر من رحمة ربنا وعفوه. اللي يعرف ربنا يعرف إن ما فيش ذنب يستصعب على ربنا ان ربنا يغفر له سبحانه وتعالى. قل له احبك ربي وانا مطمن اني لو تبت دلوقتي بسرعه وانا عندي صدق عزم مفيش حاجه تقف قدام ابدا رضاك يا رب العالمين وعفوك. اختم معاكم، عارف ربنا بيحب ايه تاني في التوبه؟ سرعه، ده دليل ان انت باقي قوي على ربنا سبحانه وتعالى عشان قلبك ما يقساش. صدق عزم، دليل ان انت ندمان ونفسك لحظه الصلح تستمر وما ترجعش تاني. اوعى تستعظم الذنب لان ربنا بيحب ان انت تبقى مطمن ليه انه وعدك. اخر واحده، ربنا بيحب لزوم التوبه والاستغفار حتى لو مش على ذنب معين. ده كان حال النبي عليه الصلاه والسلام، اشرف الاحوال، اني لاستغفر الله، توبوا الى الله واستغفروه فاني استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 100 مره، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. طب ما انت ما بتغلطش يا رسول الله. العلماء بيقولوا سيدنا محمد بيعلمنا التوبه والاستغفار على طول باستمرار 100 مرة في اليوم، عشان التوبة والاستغفار بتنقي قلبك من ذنوب انت ما خدتش بالك منها، عملتها يمكن المجتمع كله بيعملها فاتكتبت عليك وانت مش حاسس بيها، عملتها وانت متعود عليها فما خدتش بالك فنسيت تتوب. وربنا حابب دايما يرقيك دايما يرقيك، والذنوب عارف حاجة تكبس على القلب، تطمس على القلب، تكون طبقات من الصدأ والتراب تبعدك وتخليك ما تحسش بربنا ولا ترتقي مع الله. فقال لك استغفر باستمرار، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، حتى من ذنب تعلمه أو لا تعلمه. كان النبي من دعائه اللهم إني أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم ومما أنت به أعلم. فربنا بعد سرعة التوبة يحبك تتوب بصدق عزم، يحبك ما تستعظمش ذنب، يحبك تقول له أحبك ربي بدوام الاستغفار. يلا يا جماعة، يلا بعد الحلقة نستغفر 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل، وانت رايح شغلك او انت قاعد في بيتك وانت راجع، يلا نقول له استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يلا نقول له تبنا الى الله ونشهد الكون الفسيح اللي كله بيسبح، تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا من الذنوب والمعاصي، وعجلت اليك ربي لترضى بتوبة ترضيك وتفرحك.
بقى نعرف ان ربنا بيفرح بالتوبة وما تهزش وارجع له. بقى نعرف ان ربنا بيرضى ويحب التوابين وما اقولوش احبك ربي بالتوبة الان. يلا ايدينا في ايد بعض مع اول المسيرة كده نتوب بين ايدين ربنا ونقول له احبك ربي بالتوبة بين يدي.